اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. ودايما لما بنعمل اكل او بنعمل طبق نفسنا فيه، مدرسه المغازي بتقول نبحث جوه الاكله والماتيريال بتاعتها والمكونات بتاعتنا، ونشوف ايه الدهون اللي موجوده والزيوت الموجوده والحاجات اللي ممكن تؤدي لسمنه فيها كوليسترول عالي شويه، فيها سعرات حراريه عاليه شويه، وهكذا من القبيل. النهارده هعمل السمان. السمان يعني حاجه لطيفه كده ما بتاخدش وقت كتير في السوى. هعمله مشوي طبيعي، مش هنعمله محشي بالفريك ولا اي حاجه، وهنعمله مع خضار سوتيه. مشكلتنا مع الخضار السوتيه لو ما تعملش بزبده او بسمنه ما بيبقاش له طعم. ايه المشكله لما نعمله بزيت زيتون وفليفر من الاعشاب، شويه روزماري مع شويه ريحان شويه زعتر، بيبقى طعم الخضار السوتيه لطيف وحلو مع سمان مشوي بميه البصل بفليفر حلو كده، ونشوف اسرار عمايله. معانا النهارده كمان شوربه السمك الفيليه من المطبخ الصيني. لا هتاخد لا زبده ولا زيت ولا سمنه، هتاخد زيت سمسم بس، واحنا عارفين زيت السمسم غني باوميجا 3، يعني حاجه لطيفه، يعني يقوي الذاكره، مفيد جدا لاطفالنا والطلبه الرياضيين. هنشوف شوربه السمك النهارده بنقدمها ازاي، وخاصه كبار السن اللي هم الخير والبركه وتاج على رؤوسنا. معانا النهارده كمان قنبله من الحلويات. الباستا فلورا يا اما تتعمل بالعجينه اللي احنا عارفينها، ودي طبعا بتضاهي فطير المشلتت، فيها زبده كتير وعجينه الجلاش وعجينه الملفي وهكذا. انا هعمل النهارده عجينه الباستا فلورا من الشوفان، شوفان البودر اللي هو الناعم هنطحنه، والشوفان الخشن، الاثنين هيختلطوا مع بعض يساعد على الموضوع ده. شويه دقيق العادي بتاعنا علشان تبقى العجينه متماسكه وفيها ماده الجلوتين القويه اللي بتخلي العجينه مطاطه تبقى لطيفه وحلوه. انا مش عايز اطول على حضراتكم في النظري هنشرح ازاي، ولكن خلونا مع العملي ازاي نعمل اكل صحي قيمته الغذائيه عاليه جدا، وكمان يناسب الكبار والصغار. والصغار طبعا اهم بكتير علشان نعودهم على الاكل الصحي، وتبقى مدرسه مطبخنا نعمل اكل هيلثي وصحي. هنروح فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد تابعوني. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير شوربة السمك. خلونا نعملها ونخلص منها. شوربة السمك ازاي نعملها رجيم من غير اي مادة دهنية، هنعتمد على الكرفس والثوم في طبق الشوربة ده، مع بصل وسمك فيليه قشر بياض وزيت سمسم اهو يا غالي اهو، يلا جنب زيت السمسم، اوميجا 3 مع اوميجا 3. وقول معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. معلقتين من الصويا صوص علشان مش هستخدم ملح، مع الكرفس والثوم والزعتر والبابريكا. هي دي المقادير بتاعت شوربة السمك اللي هنعملها مع بعض دلوقتي حالا. هنشوف نعملها ازاي، والمقادير على الشاشة تقدري تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا كمان مرة، مفيش اي مشكلة. طاسة على النار او الحلة اللي هعمل فيها الشوربة، بحط فيها كده معلقتين من زيت الزيتون صغيرين اهو، واشوح فيهم بصلة وتومة. بصلة وتومة، هعلمك ازاي تعملي شوربة سمك فيليه بطريقة الشيف المغازي اهو. اللهم صل على النبي. بصلايه تاخد لون، ننزل عليها فصين توم حلوين، ونقلبهم مع بعض بسرعة. ياخدوا لون ما ياخدوش لون مش مشكلة، شوربة السمك بتحب البصلايه تاخد لون. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. ننزل بشوية زعتر حلوين على البصلاية عشان عينينا ما تدمعش، ده الطبيعي تستخدم الزعتر في تحمير البصل. بيقول الشيف بيستخدم زعتر كتير. دخلت المطبخ تعملي بصلاية في النار زي ما انا شغال كده، حط عليها زعتر عشان الريح، وننزل بالمية بتاعتنا اللي بتغلي. اللهم صل على النبي. فين السمك يا شيف؟ اصبر على رزقك يا غالي. اللهم صل على النبي. تمام، والخضار بتاعنا شغال. هنخلي الميه تغلي اللي فيها البصلايه وفيها التومه بالشكل ده كده. ولينا موقف مع السمك. يا نعم، ممكن سؤال جالنا على السوشيال ميديا، ينفع يا شيف مغازي يستخدم روزماري مع السمان وهو بيستوي؟ طبعا هيبقى احسن من بتاعي، وهيبقى طعمه احلى من طعم اللي انا عامله زي الفل. هناخد السمك الفيليه بالشكل ده كده. ينزل في الكبده
ايه اللي بتعمله ده يا شيخ؟ بتعمل كفته؟ اصبر على رزق. وبالشكل ده كده سمك الفيليه قطعه صغير كده، حلوه شوربه السمك. نحط على السمك الفيليه ده يا عم الشيف معلقتين من زيت السمسم الدلع. زيت سمسم تاني، صويا صوص، اللهم صل على النبي. ما حطيتش ملح. معلقتين من النشا. الله عليك يا شيف، الله عليك وعلى والديك. بياض بيضه، الله عليك. ببني الهرم الغذائي. بالراحه خالص، مش عايزين الصفار، الصفار فيه كوليسترول عالي. شكرا. بس ونضرب كل ده يا عم الشيف في قلب الكبه، اللهم صل على النبي. فين اللي بتكبه؟ اوعى ما تشتغليش، ازعل والله. بعد ده كله يا مسهل الحلاوه، هو ده. خلص الكلام. بص على السمك ده، مش شكل سمك خالص، الله يسامحك، ده انت بوظت المعالم بتاعته. هنشيل دي كده ونسيب الخلطه دي، عايزينها كده. اخبار الشوربه بتغلي على النار؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. طريقه عمل شوربه السمك على طريقه المغازي، نشيل ده من هنا كده عشان ما تخوفناش السكينه، ونجيب معلقه صغيره وبوله فيها شويه ميه صغيرين، ونشوف ايه التركايه بتاعه المغازي. وابص على الشوربه وهي بتغلي على النار، اللي فيها الكرفس وفيها البصل وفيها التومه، ونقف جنب السمان بتاعنا ده كده ونهدي عليه النار. السمان جاهز والخضار السوتيه في النار جاهز. اشيلها خالص من هنا. عينيا، انت بارك خليها هنا. يلا سامحني. كلنا نجتهد عشان نشوف الصورة الحلوة. الشوربة بتغلى على النار، ننزل بالكرفس الحلو ده كده ونهيئ الجو للسمك الفيليه. شوربة السمك بالكرفس ملك الشوربة. ايه الأخبار يا عم الشيف؟ بص عليها كده، زي الفل. ما حطيتش لا ملح ولا كمون ولا كزبرة. معايا نار شديدة ومعايا معلقة في قلب المية، واجي كده في نفس الطاعة واشتغل كده. اللهم صل على النبي. عينيا عينيا، ده ابداع، ده ابداع يا شفيق. لازم الميه تكون بتغلى على النار في درجه حراره عاليه وما قلبهاش، فتخشش البنوته الحلوه عندك في المطبخ ولا ابنك ربنا يخليهولك بتعملي يا ماما سمك، ويجي ضارب المعلقه ولا المغرفه في قلب الحله، باظت الاكله. سيبيها كده تاخد راحتها، لان انا حاطط نشا وبياض بيض. وجود النشا مع بياض البيض هنا تكنيكيا بيخليها طبعا هوبر في قلب الشوربه. تقول لي صيني ولا ياباني؟ المصري رقم واحد. وانا شغال. اوعى تقلبيها، هي دي الشطاره. هنغطيها دلوقتي كده بغطا محكم حتى لا يتبخر الدخان. حلوه دي، حلوه. الله الله يا شفيق، انت زي الشر، بحبك انا، بعلن حبي ليك على الهوا. انا هنا بوله فيها ميه، وليه بتحط المعلقه في الميه؟ زي يقول لك بتخلصني من المشكله زي الشعره بالعجين. كده انا بحط هنا المغرفه، انسى. زي الفل. زي ما انا شغال. مش هحط دي هنا. تاني المعلقه هنا في الميه. لو انا ما حطيتهاش في الميه الخلطة هتمسك في المعلقة ومش هتتسلك معايا. زي الفل. نطلع فاصل زي ما انتوا حابين. حاضر، ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الإبداع ازاي بنعمل شوربة سمك صحية لكبار السن، للأطفال، للرياضيين. معانا سمان بيناديني مستوي جاهز، خضار سوتيه على النار،
هنرجع مع الباستا فلورا واسرار عمايلها الرجيم ازاي بعجينه الشوفان. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. يا اخبار السمك، شوربه السمك، ايه الجمال والحلاوه دي؟ هو ده شوربه السمك. اه فين السمك اللي كان معانا من شويه؟ نبص عليه، اه زي ما هي. اه اللهم صل على النبي. نجيب طبق التقديم. شوربه السمك دي قولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. نجتهد للابداع. اللهم صل على النبي. لا زبده ولا زيت ولا كريمه لباني. اه طبعا لو انت عازمه حد مستحيل يقول لك ده سمك الا لما تشرحي له التفاصيل اللي الشيف المغازي النهارده عملها. اه كبار السن وكلنا طبعا عارفين لما بيكبر منا العمر ما بنحتاجش للاكل اللي بياخد هضم كتير وبياخد مجهود معانا في المضغ، ده الطبيعي. امي كانت كده الله يرحمها، تحب الحاجه اللي ما بتاخدكش ايه مجهود. اه بنيجي ناكل السمك ده حلو، لا شوك بقى ولا حسك ولا الجو اللي احنا عارفينه، وريحه الكرفس هنا مش عايز اقول لحضراتكم يعني مسيطره على الطعم لان دايما هو ملك الشوربه. بص كده بقى الشوربه وهي نازله، فيها طعم الصويا صوص، اه فيها طعم زيت السمسم، اه فيها طعم التوم، اه فيها بصل، اه اهو 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 اهو. ارفع ايدك، لا تقول لي ياباني ولا صيني، مصري وبس. اهو خلص الكلام تمام. تعالوا مع بعض ازاي نشوف الباستا فلورا. اللهم صل على النبي. حلو، مطبخنا النهارده صحي بقدر الامكان. مدرسه المغازي بتقول بنخش جوه الاكله بنعمل لها ابحاث من الماده الدهنيه اللي موجوده فيها، زبده سمنه المكونات بتاعتها، بيض بنستغنى عن الصفار وناخد البياض زي ما النهارده اشتغلت في السمك واشتغلت في العجينه بتاعتنا، حطيت بيضه واحده بس. وبنقدر ان احنا نقدم الاكل بتاعنا هيلسي بقدر الامكان لان لازم يكون عندنا يوم في الاسبوع، وانا اخترت يوم الحد يعني ممكن يكون اي يوم مع بدايه الاسبوع يعني. وبنقدم بعد كده بقى المحمر والمشمر والمحاشي والحاجات اللي احنا بنشوفها دايما من خلال ايام الاسبوع. رؤيه، فن، ابداع، واكل صحي بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.